بعد عام 2003 تعرض القطاع الصناعي في العراق الى تدمير متعمد وانهيار شامل بسبب سوء اداره الحكومات المتعاقبه واستشراء الفساد في مؤسسات الدوله حيث طالت عمليات السلب والنهب معظم المعامل فتوقفت الكثير من الشركات والمصانع التي كانت قائمه انذاك. الفساد المالي والاداري اثر كثيرا على الواقع الصناعي. متمثلا باستغلال بعض الشركات الحكوميه الفرص الصناعيه للتعاقد في مشاريع انشاء بنى تحتيه لمؤسسات الدوله من خلال الاعتماد على المقاول الثانوي او الاستيراد بدلا من تشغيل مصانعها وكوادرها دون وجود محاسبه فاعله العمل السياسي هو الاخر كان له تاثير سلبي كبير في هدم الصناعه العراقيه نتيجه عدم وجود جديه من قبل القوى السياسيه والاحزاب المهيمنه على مؤسسات الدوله في توحيد الجهود والاتفاق على النهوض بواقع صناعه وحل الاشكالات التي تحول دون التقدم الصناعي للبلد فضلا عن معاناه هذا القطاع من النهب ونقل مصانع باكملها الى ايران عن طريق الميليشيات التابعه لها في العراق وسط مطالبات اقتصاديين الحكومات بوضع حد لانهيار الصناعه وعدم اجهاض المشاريع الصناعيه على حساب صناعات دول الجوار وغلق الحدود امام المنتج المستورد. عملية تبييض الأموال لسراق المال العام والسياسيين الفاسدين جاءت هي الأخرى على الصناعة في العراق ولا بعد وصولها إلى نسبة 50% ما أدى إلى بيع السلع الصناعية العراقية بأسعار رخيصة في الأسواق بالمقارنة مع البضائع الأخرى فضلا عن عدم وجود تحميل على المواد والسلع المسوردة وما يقابله من قلة التمويل وتحطيم في البنى التحتية الصناعية قطاع الصناعة في العراق عانى من شلل متوارث للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن يضاف له فساد مستمر في النظام السياسي القائم منذ ذلك التاريخ كلاهما أنهك الصناعة العراقية فضلا عن تراكمات سببها الاحتلال والإرادات الخارجية الأقليمية كان لها تأثير كبير على القطاع الصناعي وكلها أسباب وعوامل ادت الى انهيار قطاع كان يوما ما افضل القطاعات الملبيه للحاجه المحليه للمواطن العراقي